السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. أنا بسأل عن حضرتك عن مسألة في موضوع البيع، عقود البيع بالتقسيط. عقود البيع بالتقسيط. مسألة تأخير الدفع في الأقساط. أي لأسار أو لغير أسار؟ لإعسار أو مماطلة؟ ما هو الشركات دلوقتي بتحط بنود في العقد في حالة التأخير عن السداد، هي ما تعرفش طبعا اللي هي هتعمل معاها العقد. أنت تتكلم على الشركات. أيوه الشركات، نعم. الشركات اللي بتعمل العقود البيع بالقسط، هي ما تبقاش عارفة اللي هو هيشتري بالقسط عندها ده اللي هو هيوفي السداد ولا لأ، وحضرتك عارف إن تأخير دفع الفلوس ده ان الفلوس قيمتها بتقل مع مرور الزمن. انت الكلام عن نفسك ولا عن الشركه؟ ما انا عايز اعمل عقد بيع بالتقسيط مع الشركه، وهو ده العقد بينص على تاخير، على زياده في حاله التاخير عن السداد. انت الذي ستبيع للشركه؟ لا، انا اللي هشتري من الشركه. انت اللي هتشتري من الشركه. انا انصحك نصيحه، لا تشتري بهذه الطريقه الا اذا كنت متاكدا انك ستسدد في الوقت. هو هيسحب الفلوس قيمة القسط من الحساب بتاع البنك اللي هو بينزل كل شهر الحمد لله من الشركة. خلاص، ما دمت ان شاء الله ستسدد في الوقت، سنعتبر شرط زيادة الزيادة بسبب التأخير شرطا معطلا.